نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام إسماع من خلفه في القراءة السرية، خصوصا أن ذلك قد يسبب التشويش على المأمومين أحيانا؟ ما يجوز هذا إلا لحاجة، كأن يريد أن يعلمهم شيئا يجهلونه، يجهر لأجل أن يعلمهم، لا بأس. أما أن يجهر من غير حاجة هذا خلاف السنة، وأيضا يشوش على غيره من المصلين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.